في الستريم فلتر والستريم جيت. طبعا هم الأدوات المستخدمين بكثرة في كلاس هوبر لما الواحد بنشئ كومبوننت أو ديفينيشن معين لمستخدمين متعددين، بحيث إنه يعطيهم الخيار للتحكم في السكريبت بدون ما يحتاجوا يوصلوا ويربطوا بين عدة عناصر. فمثلا عندي أنا في هالمثال البسيط عندي أكثر من خيار لجيومتري، وحاب بالنهاية إني أختار جيومتري واحد بينهم. فلهيك بيجي المستخدم بيختار هو حاب بوكس ولا سفير أو بيراميد. فبالحال ما بيحتاج المستخدم يوصل بين عناصر بشكل يدوي، كله بتم بشكل تلقائي، بسهل على المستخدم عملية الاختيار، خاصة لما أنا بنشئ كومبوننتس لناس كثار ومعينين عندي في الشغل أو في الجامعة. فكيف هي بتشتغل الستريم فلتر في البداية؟ هنشوف إن هي فيها أكثر من إنبوت وعندي أوتبوت واحد. فممكن مثلا نبدأ حاليا على التكست، عندي في البداية مثلا عدد 10 هو حيكون الصفر، ممكن أضيف مثلا عدد 15 لواحد، وممكن كمان أزوم وأعمل إضافة لأعداد أكثر. ممكن أزيد عدد مثلا قيم أنا حابب إنها تكون في extreme input، وبعدين في النهاية إن عندي اللي هيحدد لي المخرج هو حال محطوط على الصفر. بحتاج لقيمة الصفر هي اللي وصلت. طيب كيف أحدد القيمة؟ هي من الجيت. الجيت هي تفتح لي بوابة لواحدة من الـ inputs اللي عندي. فبالحالة ممكن أستخدم سلايدر، فحين خمسة ما في عندي ID 5، فهو بلش من الصفر. دايما عندي الصفر، أخذ الـ ID 0، S 0 13، S 1 حتكون الـ 15، S 2 حتكون الـ 11، 3 حتكون الـ 20. 20 هي مربوطة ما في داتا، حطيتها صارت 20. صار أكثر من الـ gate حيقول لي ما في داتا collected، ما في index too high. ممكن أزوم أعمل أضيف، طبعا ممكن أزيد بأي مكان أنا عندي، هشوف كيف هيغيرهم. ممكن أعمل حذف بالسالب، طبعا ما في سالب واحد، دايما أقل عدد صفر كالجيت، بعدين هيزيدوا لعدد حسبنا تحديدي للانبوت جيتس. هاي هي بشكل بسيط. وطبعا عكسها رحت كمان على رجعت على السيت الستريم جيت. فالفلتر او الستريم فلتر هو بياخذ من الانبوت عدد انبوتس بيعمل اوتبوت واحد. الجيت في العكس، انا عندي عدد واحد مثلا عندي العشرين، وحاب اني اوزعه على واحدة من الانبوتس. من عندي في السكريبت او في الديفينيشن في عندي اكثر من خيار متفرعين للتحكم في القيم المعينة اللي عندي. فبهالحالة أنا ممكن أخذ العدد، فأنا وصلته، ممكن أزود أزوم أعمل زوم لأكثر من قيمة. فهون بشوف إني أنا ممكن أتحكم في الأوتبوت، هل القيمة الوحيدة وين حابها تمشي؟ هل حابها تجي بالصفر واحد اثنين وثلاثة؟ بحدد أنا في الـ ID وين حابب القيمة اللي عندي الوحيدة لأي مكان تروح. فهي عكس الفلتر، الستريم فلتر حيكون عندي يعمل فلتر لوحدة من القيم الموجودة، وبينما الجيت حيعمل يفتح بوابة لوحدة من القيمة الوحيدة اللي عندي لوحدة من الاتجاهات. فممكن يكون في البداية لتحت لأسفل وغيرها. فهون بكون عندي الخيار المستخدم إني أتحكم وين حابب القيمة تمشي. فهي كلها ممكن تستخدمها تساعدني أسهل عملية الاختيار والتحكم في السكريبت الكبير خاصة المعقد للمستخدم، بحيث إنه ما يحتاج يوصل كل مرة ويجرب التوصيل وغيرها. طبعا حتى اضيف اني قائمه متعدده، هل شيء موجود في البارامتر انبوت فاليو ليست، فممكن اضيف فاليو ليست اضغط عليها ضغطتين واشوف انه التكست اللي عندي حيطلع وقيمته كم، تكست قيمته كم. فهون انا حطيت تكست عباره عن اول خيار بوكس قيمته صفر، ثاني سفير قيمته واحد، ثالث بيراميد قيمته اثنين. فبالحاله صار يعطيني اوتبوت بقيمه معينه كاني انا حاط سلايدر، لكن على شكل تكست تغير بشكل تلقائي. هي كانت الستريم جيت والستريم فلتر بشكل مبسط وسهل وسريع.